بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. مساء الخير على حضراتكم متابعينا إكرام، متابعي موقع بصراحة الإخباري في كل مكان. معانا أستاذ على درجة إنسان لقى مبلغ كبير جدا، ويعني ما ترددش للحظة واحدة ان هو يرجعه لأهله. ايه قصة الأستاذ فاروق ده اللي هنعرفه مع حضراتكم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. كل سنة طيب. حضرتك طيب الله يخليك. في البداية بقى عرف نفسك للسادة المشاهدين. ايه والله انا اسمي الأستاذ فاروق سعيد الصيفي. ايه انا مدرس بإدارة ابو حمص التعليمية. ايه القصة وما فيها ان انا كنت واقف. انت عندك كم سنه؟ انا عندي 38 سنه. 38 سنه. طيب ايه بقى قصه الفلوس اللي انت لقيتها، وايه اللي حصل، وازاي رجعتها لصاحبها، واخدت وقت قد ايه؟ والله يا بدايه الموضوع عز عمر ان انا كنت قاعد بتكلم في التليفون عند النافوره، في ميدان النافوره عندنا، ف ما فيش اي مشكله خالص زي اي حد بيتكلم في التليفون. فحركه تلقائيه برجلي شط شنطه برجلي في الارض. الشنطة ما شطها يعني يا كتلقائي كده زي اي حد ما بيتكلم في التليفون. فالشنطة طلعت تقيلة، فهي كانت تقيلة شوية، فكانت مريبة. فانا رحت ماسك الشنطة بفتحها، لقيت الشنطة مليانة متينات، يعني كان مبلغ وخضره، يعني فلوس كبيره جدا. فانا اتخضيت الصراحه. يعني انت شط الشنطه برجليك عادي بحركه تلقائيه؟ حركه تلقائيه زي ما اي حد مثلا بيتكلم في تليفون، شط طوبه في الارض، شط زلطه كده يعني. ف خدت الكيس على طول مره واحده ورحت قافله. بعد ما شطتها لقيت ان في حاجه تقيله فوطيت على الكيس. يعني انا حسيت ان في علبه مثلا، حد وقع منه علبه، حد وقع منه كيس جواه حاجه. ف الوضع كان غريب يعني. فانا لما لقيت الكلام ده خدت الشنطه على طول بفلوسها وقفلتها. والله حتى ما عدتهمش، انا ما فتحتهاش، انا رحت واخدها. لقيت متينات بقى خلاص. هي كلها متينات يعني. أيوه. المبلغ اصلا شكله في الشنطه مريب يعني. فرحت اخدته ورحت قافله ورحت. انا كنت قاعد عند محل اسمه محل ابو خالد بتاع الطرح اللي عند النافوره، هو صاحبي يعني، كنت قاعد عنده اصلا، كنت بتكلم في التليفون. فدخلت عنده قلت له يا عمرو خد الكيس عندك ما قبل ما اجي. قال لي تمام. فمشيت مثلا 10 دقايق كده لحد الموقف ورجعت تاني قعدت مكاني بقى. طب انت عديت الفلوس امتى وعرفت ان هم 100,000؟ لا ما انا ما عديتهمش، لان انا لحد دلوقتي ما عملتش حاجه. لسه ما انت خدت الفلوس؟ انا الفلوس انا ما اعرفش هم كام، ولا اعرف عددهم، ولا اعرف بتوع مين، ولا اعرف عنها خالص. لسه ما عرفتش. انا لفيت الفلوس تمام ورحت مدخلها المحل اللي انا كنت قاعد عنده. تمام. طيب نص ساعة يعني أو أقل من نص ساعة لقيت مثلا 4 أو 5 شباب جايين يعني لهفتهم بيدوروا على حاجة. فأنا مستغرب يعني في يا جماعة. فقلت لهم في حاجة يا شباب؟ واحد منهم قال لي لا ما فيش حاجة. فسكت. فواحد تاني قال لي صاحبي في حد لقى فلوس هنا. قلت له قد إيه يعني؟ قال لي المبلغ كبير. قلت له كام يعني؟ قال لي 100,000. قلت له تمام. رحت ضحك له كده قلت له أنا لقيت فلوس. هم سمعوني هم وانا بكلمه، جون جري عليا بقى. قلت له المبلغ كام؟ قال لي 100,000. قلت له بص يا باشا، انا لقيت فلوس في كيس ابيض ملفوف. تمام. خدته وشلته عندي. انا طبعا ما قلتلوش ان الفلوس في المحل، لا انا قلت له انا خدتهم روحتهم البيت. تمام. فانا هعد الفلوس. وانا اسمي كذا 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 ورقم تليفوني اهوت عدهولك، وانا ساكن هنا يعني ده شارعي. فاسال اي حد عليا يعرفني يعني. قال لي تمام. ما فيش مشكله خالص. فقلت له من ضمن الكلام ان انا قلت له بص يا باشا، انا لو لقيت الفلوس 100,000 الا ربع جنيه انت مش هتاخدهم، دول مش بتوعك، بتوع حد تاني. قال لي تمام. انت قلت له عايز الامارة؟ طبعا. تمام. في الاخر اتضح ان ده مش صاحب الفلوس، ده اخوه او ابن عمه تقريبا، مش متذكر صراحه يعني. تمام. فراح قايل لي طب تمام، هو كلم صاحب الفلوس. صاحب الفلوس ده كان راح مكان تاني يدور عليهم. تمام. اتصل بيه فقال له لا، الفلوس 100,000 وثلاثة الا 200 يعني بالظبط الاماره بالظبط. الاماره بالظبط. الفلوس 100,000 الا وثلاثة الا 200 كلهم متينات. ما فيهمش غير ورقتين، ثلاث ورقات، ورقه ب 100 وورقتين ب 50، دي اماره الفلوس. تمام. قلت له تمام يا باشا، انا هاخد وقتي خالص واعد الفلوس
لما تطلع الفلوس تمام احنا طبعا هناخد رقم تليفونك دلوقتي وهتواصل معاك. قال لي تمام. فالناس مشوا، بس بعد وهو ماشي قال لي طب ما نعدهم ده. قلت له باشا انا هاخد وقتي فيهم يعني. هو كان عايز يفضل. قلت له لا، انا قلت لك انا مين وابن مين وشغال ايه يا عم. انا مدرس هنا في في في, في مدرسه تجاريه بنات، يعني انا حد معروف وده شرعي والمحل اللي انا قاعد عنده ده عارفني، اكيد مش ههزر في حاجه زي دي يعني. تمام. قال لي طب تمام. خدت رقم تليفونه، خد رقم تليفوني. ف هو مشي. انا بصراحه خدت الفلوس. وكان يومها كان في ماتش شغال، مش فاكر يعني، يا الاهلي يا ريال مدريد حاجه زي كده يعني. ما عديتش الفلوس غير بعد الماتش. طبعا انا رحت واخدت الفلوس معايا على القهوه وقعدنا واتفرجنا وجبت اصحابي وقعدنا نعد الفلوس دي. فلوسي دي يا ابني، قلت لهم بس عدوا معايا. عدنا الفلوس فعلا، طلعت نفس الرقم بالظبط اللي هو كام؟ 100,003 الا 200 جنيه. يعني 100,000 و3,000 الا 200 جنيه. نفس الاماره حتى. هو قال لي الفلوس كلها عشرات، البواكي عشرات. وفي 3,000 الا 200 في استك لوحدهم. تمام. فعلا اللي هم بالظبط يعني، حتى انا اول ما فتحت الكيس هم بالظبط من غير ما اعدهم. فطبعا دي اول اماره. تمام. لقيت الكلام مظبوط بالظبط. اتصلت على الراجل يجي ياخدهم بقى. اصلا طبعا فاتصلت بيه، بس بعد فتره الصراحه يعني انا حبيت اوقع قلبه شويه يعني، لان هو خلاص انا اول ما فتحت الفلوس ولقيت الاول اماره هو قال عليها فطمنت ان دي فلوسه. تمام. فخدت وقتي شويه فاتصلت بيه قلت له باشا فلوسه هو اسمه استاذ محمد تقريبا، مش عارف اسمه محمد ايه والله. يعني انت اديته فلوسه ما تعرفش هو مين ولا والله ما اعرفه يعني. والله العظيم ما اعرفه ولا اعرف. هو قال لي انا عندي محل في الموقف بس، ده كل اللي معه. هو اسمه استاذ محمد وعنده محل ملابس في الموقف. تمام. بس ده كل اللي اعرفه عنه. اديته الفلوس بتاعته. الراجل جه مشكورا. حتى واحنا قاعدين اول ما وصل على الكافيه اللي احنا كنا قاعدين عليه، اول ما دخل احنا هزرنا انا واصحابي قلنا النسبه بتاعتي 10,280 جنيه دي. النسبه بتاعتي نسبه الفلوس. هو اول ما دخل عليا قلت له باشا فلوسك موجوده تمام، بس انا ليا نسبتي 10,280. الراجل ضحك كده وراح قايل لي طب تمام يا باشا اللي انت عايزه ومفيش مشكله. انا كنت بهزر. فهو قال لي بصراحه يعني الراجل ألح ان هو يديني نسبتي عشان نبقى منصفين. انت رفضت. نبقى منصفين للحق. الراجل ما قالش لا. الراجل قال فلوسك وحقك ولازم تاخدها وبتاع. قلت له لا والله ما ينفع وبتاع. قلت له باشا ممكن اسالك سؤال يعني، هو صعب حد يقع منه مبلغ دوت يعني. قال لي بص يا باشا دي الفلوس دي بتاعت محل ملابس، هو عنده محل ملابس. ودي فلوس رمضان اللي هي كانت مبيع رمضان، شغل رمضان كله. وهو كان رايح يجيب بضاعه اصلا. فهو ألح عليا ان انا اخد نسبتي. فانا قلتها له كده بالبلد يعني، قلت له بص يا باشا هو انا هاخد منك 10,000 جنيه صح؟ قال لي قلت له يعني انت مثلا هنقول ان انت ال 100,000 كسبانين معاك 10,000 جنيه، فانا هاخد منك مكسب رمضان يعني مش لطيفه مش لذيذه يعني. قال لي لا ده حقك ومش حقك. قلت له يا عم حد الله ما بيني وبين فلوسك. ف الراجل يعني ما كانش مصدق الصراحه يعني، لما اخدهم مني ما كانش مصدق وكان مبسوط جدا. حتى يعني الامانه كمان والجميل في الموضوع ان انت اديته الفلوس، انت ما تعرفش مين ده اصلا. والله العظيم ما اعرف ولا اهتميت انت تعرف. والله ولا شغلت بالي يعني. انا حتى بقول لحضرتك هو اسمه استاذ محمد. بس ما انا لو شفته في الشارع مش هعرفه تاني. يعني انا لو شفته حاليا في الشارع انا مش هاخد بالي منه. لان هو لما جالي الراجل ملهوف. بالمناسبه في نقطه بس نسيت احكي عنها. احنا قاعدين على الكافيه اللي احنا قاعدين عليه، الشبكه ضعيفه جوه. هو قال لي خلاص انا لما كلمني في التليفون قال لي مش هتصل بيك تاني. قلت له تمام. فانا لقيته متصل بيا 286 مره. خايف على الفلوس. والله هو مبلغ مره. جالي 286 رساله ان انا غير متاح. ف طبعا هو حقه انا لو مكانه هعمل اكتر من كده. ما هو المبلغ مش قليل. بس انت لما كلمت الناس قلت لهم ان انت فلان ابن فلان قاعد في المكان الفلاني، فخلاص يعني الموضوع فلوسه بقت معروفه فين. هو برضه يا استاذ عمرو انا لو مكانه هبقى خايف يعني. ما ممكن يكون حد بيهزر معايا، ممكن يكون حد بيعمل حركه زي دي. ف دماغه هتودي وتجيب برضه. المبلغ مثلا مش 500 جنيه وعين ولا 1000 جنيه، فمبلغ يعني مبلغ بضاعه محل. فهيبقى الموضوع صعب شويه يعني. فهو الراجل بصراحه يعني هو اول ما دخل خدني بالحضن وشكرا لكم واحنا مش عارفين نقول لك ايه والكلام دوت. بس هو نصيبه بقى في فلوسه الحمد لله. الحمد لله. طبعا عشان في احد المتابعين بيقول ان هو مش مصدق كلامك يعني، احنا صورنا مع الاستاذ فاروق زمايله او الناس اللي كانت معاه او اللي حضرت الواقعه على القهوه او المكان اللي هو لقى فيه الفلوس
نزلوا بوست لأستاذ فاروق وشكروه على أمانته ونزلوا صورته، فاحنا كان لازم واجب علينا ان احنا نيجي لأستاذ فاروق ونوري الناس النماذج المحترمة دي. يعني هو مدرس، راجل محترم، راجل لقى مبلغ كبير في ظروف صعبة، يعني ممكن كان اي حد يضعف قدام مبلغ زي كده وما يرجعهاش لصاحبها. فده برضو سؤال عايز اسأله لك، انت نفسك ما ضعفتش قدام الفلوس دي؟ ما انت كنت ممكن اخدتها. بص يا زعمر، هقول لحضرتك على حاجة، هو اذا اراد الله هلاكا بعبد ازاده فسقا وفجورا. فانا بالنسبة لي الفلوس دي شايفها هلاك. يعني انا احط نفسي مكان الراجل ده، الراجل ده شقيان وتعبان، الراجل ده اكل عيشه بمعنى اصح، فانا هأذيه في اكل عيشه لو 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 نفسي ضعفت. هو ربنا يغنينا بالحلال عن الحرام. الفتره دي كانت فتره رمضان وقبل عيد وكلام من ده، اكيد انت كنت مزنوق زيك زي طبعا طبعا طبعا. انت عندك كلات قد ايه؟ انا عندي ثلاث بنات، عندي فريده وفيروز وفرح. ربنا يبارك فيهم يا رب. الحمد لله عزك رب. داخلين بقى على عيد والاطفال بقى عايزين كسوه وعايزين عيديه. هو اكيد طبعا اكيد طبعا. هو نفسك يعني كده ما ضعفتش؟ لا والله العظيم، لا والله العظيم، يعني والله ما فكرتش للحظه. حتى احنا لما بنهزر انا واصحابي على القهوه، يعني كل اللي يقول لي يا عم في رجع حد يرجع 100,000، اقول له اهو بقى نصيبهم. فوالله ما فكرتش للحظه اصلا. انا لو كانت نفسي ضعفت للحظه او فكرت للحظه ان انا ممكن اخدهم، كان ممكن قعدت انا او اخدت فلوسهم مشيت، ما حدش هيشوفني. بالمناسبه الكاميرات بتاعت المكان ما كانتش عاجبني، لان الفلوس او ممكن يكون حد شاطهم برجله ما خدش باله منهم، الفلوس جت على تراك كده على جنب. ما حد الكاميرا بتاعت المحل مش عاجبني اصلا. يعني انا كنت هاخد الفلوس ما حدش هيشوفني ولا حد يعرف عنها حاجه. تمام. بس ربنا يغنينا بالحلال عن الحرام. يعني المبلغ بقى كله كان كام تاني؟ 100,000 و3,000 الا 200. الا 200 ده بالتحديد؟ بالتحديد بالظبط، كلهم 200. ده كانت امارة حتى صاحب الفلوس. يعني انت قلت لي كمان ان صاحب الفلوس جه وانت عزمته على الشاي ما رضيش تخليه يدفع ثمن الشاي. هو حتى الراجل يعني من احراجه ان انا ما رضيتش، يعني انا ما رضيتش اخد نسبتي. هو قال لي طب بص، هو ما رضاش لما انا ما رضيتش اخد النسبه بتاعتي، يعني هو طلع فلوس من جيبه تقريبا مثلا 500 جنيه 1000 جنيه حاجه زي كده. قال لي طب خد انت الفلوس وحاسب لنا على الشاي اللي احنا شربناه. قلت له لا مش هينفع طبعا، يعني انت ده انت ضيفي وراجل على دماغي انا، فما ينفعش انت هتيجي وتحاسب على حاجتك كمان، هتبقى عيبه جدا يعني. فالراجل كان قايم هو مذهول من اللي بيحصل، هو مش مصدق ان هو مثلا الفلوس هترجع له تاني. بس هو الراجل ده فلوسه حلال، يعني دي فلوس شقه وفلوس تعب، فاكيد يعني الفلوس دي لو داخلها مليم حرام انا ما اعتقدش انها كانت ممكن ترجع. كان ممكن تقع في ايد واحد زيي، اكيد كان ممكن تقع في ايد حد يعني تسوي له نفسه ان هو هياخدها، ان هو هيطمع فيها. فالحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يكفينا شر الحرام. يعني ربنا يا رب يكفيك شر الحرام ويكفيك شر اي حاجه وحشه. الله يعزك يا صاحبي. يعني احنا بنشكرك يا استاذ فاروق وبالتوفيق ان شاء الله. الشكر ليك يا زعمر. شكرا. اتفضل اتفضل. يعني نموذج من النماذج المحترمه الاستاذ فاروق زي ما حضراتكم شايفين، لقى 100,000 وكسور ورجعهم لصاحبهم. يعني الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامه. ده زي ما سيدنا النبي قال، ادينا بنجيب لحضراتكم نموذج من نماذج الخير. استاذ فاروق، استاذ فاروق ابن مركز ومدينه ابو حمص بمحافظه البحيره، شغال مدرس في الثانويه بنات، لقى مبلغ يعني 100,000 وكسور رجعهم لصاحبهم. دايما بنحاول مع حضراتكم نسلط الضوء على النماذج المشرفه اللي تنفع الناس. فكان معانا النهارده استاذ فاروق، بنشكرك يا استاذ فاروق. شكرا لك يا استاذ. طيب طيب حضرتك.